لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الكشف عن هوية وجنسية منفذ عملية إطلاق النار بولاية مينا أمريكية بعد قتل 22 شخصا في عملية إطلاق نار عشوائية مدينة لوستان بولاية مين في شمال الولايات المتحدة. كشفت السلطات اسم وصورة المشتبه، فتبين أن مطلق النار الذي وصف بالخطير يدعى روبرت جارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياط الجيش الأمريكي، وكان تم إطلاق سراحه مؤخرا من مصحة عقلية. وفقا لسلطات إنقاذ القانون، عانى جارد مؤخرا من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساق بولاية ميغيشن، فأوضع في مصحة عقلية لمدة أسبوعين خلال صيف 2023 ليتم فيما بعد ذلك إطلاق سراحه. وأتت تلك المعلومات فيما تحاول شرطة الولاية تحديد مكان كارد الذي فر بعدما نشر الرعب فيه مطعمين للمدينة. تذكر 22 شخصا على إطلاق قتلوا ليلة الأربعاء الخميس فيما أصيب عدد أكبر بكثير بجروح برصاص المسلح.